سلام الله عليكم ورحمته وبركاته محترمين اليوتيوب. معانا النهارده قضية حصلت في مدينة العمرية، بائع ملابس متجول ينهي حياة عشيقته في قلب الشقة اللي هي بتجيبه علشان يقيم معاها العلاقة الغير الشرعية، لكن نسي هدومه الداخلية ونسي الشوز علشان ده كان أول خيط للقبض على المتهم. قضية شغلت محافظة الإسكندرية، لكن هنقول لحضراتكم التحقيقات ونقول لحضراتكم مقتضيات القضية من خلال أوراق التحقيقات. جريمة غير كاملة في وقر للرذيلة بالعمرية، بائع متجول قتل عشيقته بعد معاشرتها وترك ملابسه الداخلية والشوز بجوار الجثمان. التسعيرة الصالة ب50 جنيه، والأوضة الأولانية على اليمين ب100 جنيه، وفي أوضة مكيفة ب200 جنيه مكتوب عليها VIP. هو ده محتويات الشقة بتاعت نعيمة المسجلة أداب، اللي يعني اسمها بقى منتشر في المنطقة بنانة، يعني اللي عاوز معاه فتيات ليل او راغبي المتع الحرام ياخد الامانه في ايديه ويروح لنانا. عاوز يمارس العلاقه في الصاله اللي هي مواجهه للباب ب50 جنيه، عاوز الاوضه المستتره شويه ب100 جنيه، لكن الاوضه المكيفه VIP ب200 جنيه. شهدت منطقه العمريه جريمه بشعة ارتكبها بائع ملابس انه يطعن عشيقته ويمزق جسدها علشان 2000 جنيه. ترك القاتل ملابسه الداخلية وحذائه وزجاجة مية معدنية عليها البصمات، وترك كمان السلاح المستخدم في الجريمة. اصلا ما قلت لكمش بعد ما نفذ الجريمة بتاعته طلع عاري يجري في الشارع لحد ما استوقف الى محل خردوات علشان يشتري اعفاكم الله شبشب، وفي الوقت ده ما كانش معاه فلوس تكمل. ولما الراجل بتاع الدكان سأله الراجل اللي بيع لي الأحذية، ايه يا عم اللي معورك في ايديك وانت ماشي من غير شبشب ليه؟ قال له اصل انا بائع ملابس وطلع عليا قطاع الطرق ولصوص وحاولوا ان هم سرقوا البضاعة وكانوا بيحاولوا ان هم يقتلوني. هنا طبعا كشفت التحريات ان الجثمان لمسجلة دعارة اسمها نعمة عبد الجواد عندها 46 سنة، وانها تقيم مع بنتها اللي عندها 13 سنة، لكن في ولد صغير كده عنده 5 سنين. منين يعني خاطفين ولا ايه؟ لا، ده ابن بنتها الكبيرة، اللي بنتها الكبيرة دي انتحرت هي وجوزها وسابوا لها الولد ده تربيه. طبعا توصلت التحريات ان المجني عليها مشهورة بالمنطقة باسم نانا، بتدير شقة للدعارة وبتحدد قائمة باسعار تأجير الصالة والحجرات للزباين. الصالة 50، الحجرة الداخلية 100، والحجرة الفاخرة اللي هي VIP بتطلق عليها كده VIP ب200 جنيه. عثر رجال المباحث بموقع الجريمة على ملابس داخلية رجالي ملقاه على الارض وحذاء وسكين المستخدم في الجريمة، واثار اقامة العلاقة على السرير نفسه اللي في نفس الحجرة التي عثرت عليها الجثة بها اكتر من 8 طعنات. وكشفت التحريات ان مرتكب الجريمة بائع ملابس من منطقة اسمها منطقة محطة الرمل، واسمه محمد موسى عبد المجيد، عنده 29 سنة، كان على علاقة بالمجني عليها واستدانت منه 2000 جنيه، رفضت السداد، وان المتهم اصيب بقطع في اوتار يديه وجروح قطعية باليدين، وكان بيجري بالمنطقة بالشارع يعني وهو حافي القدمين. ادعى ان بعض اللصوص سرقوه بالاكراه وانه توجه بعد ارتكاب الجريمة، وحرر كمان محض بالسرقة بمنطقة اسمها الشلالات بباب شرقي لإخفاء أسباب الإصابة. تم القبض عليه وتم إحالته للنيابة العامة واعترافات تفصيلية حوالين الجريمة. أمام النيابة العامة قال أنا اتعرفت على نعمة أكتر من 6 سنوات بعد ما بعض أصدقاء السوء قالوا لي إن الست دي بتدير شقة لي بمساكن الكيلو 21 بالعمرية، الشقة دي خاصة لراغبي المتعة الحرام، وإنها قاعدة مع بنتها اللي عندها 13 سنة وولد صغير اللي أمه وأبوه انتحروا الاتنين في يوم واحد. قال المتهم إن إحنا في بداية العلاقة اخبرتني انها بتحط يعني قايمه للاسعار للزباين في استغلال الشقه بتاعتها والصاله والشقه الاوضه VIP والحاجات دي. طبعا قالت ان الاوضه الرخيصه دي بتكون في مواجهه الباب اللي هي الصاله، انما الحجرتين التانيين بتاجر واحده للزبون ب100 وفي زبون تاني ب200، وبتقول ام 200 دي اللي هي VIP لانها مكيفه. هنا طبعا
علشان يثبت ان هو شخصيه مهمه وعنده اموال في بدايه العلاقه معاها. قال لا لا انا مش هقدر اخد غير الحجره اللي هي الفي اي بي. ما تعرفش ان هو يعني راجل ارزاقي، ما تعرفش ان هو بائع متجول لبيع الملابس في منطقه الرمل، محطه الرمل والمنشيه، بيقعد على الارصفه. ده اشتغل في بيع الملابس بعد ما خرج من السجن بعد ما كان واخد حكم بخمس سنوات على ذمه قضيه مخدرات. اضاف تاني قال لك بقى قبل الواقع بحدود اربع شهور كده تقريبا طلبت مني نانا 2000 جنيه عشان كانت بتمر بضائقه ماليه، اديتها المبلغ لانها كانت كريمه معايا قوي. طب كانت كريمه ازاي يا حاج؟ انها ما كانتش بتاخد منه فلوس. فطبعا اداها المبلغ وبعدها بقى الدنيا ضاقت عليه، سافر لليبيا وهي ما زالت مدانه لي بال 2000 جنيه. لكن ما توفقش في دوله ليبيا، عاد تاني للاسكندريه، راح لنانا علشان يطلب منها الفلوس، بدات تماطل فيه وطلب منها هنا طبعا، يعني بدات لما هي تماطل فيه وقالت له مالكش حاجه، فهنا طبعا فكر في الجريمه وقال لها طيب انا عاوز اشوفك عشان انا جايب لك هدايا من دوله ليبيا ولازم تقابليني علشان تاخديها. هنا طبعا يوم الحادث اتوجه الى محل سكاكين بمنطقه كرموز، اشترى سكينه كبيره واخفاها داخل الملابس بتاعته واتصل بيها من سنترال علشان المكالمات ما تتسجلش. هنا طبعا قال لها اخفي، يعني حاول ان انت بقى يعني ايه تخفي العيال، ما حاول ان انت تفضي الشقه علشان اجي على مزاج ونقضي يوم حلو. بالفعل اتوجه لها في الشقه بتاعتها، وجدها في انتظاره، وبعد ما اقاموا العلاقه طلب الاموال. سخرت منه وبدأت تتنمر عليه وقالت له بقول لك ايه روح اشتكيني، وبعدين طلبتني في الوقت ده بال 100 جنيه حق الايه حق العلاقه يعني. هنا طبعا اتضايق منها، اخرج السكين اللي كان مخبيها تحت السرير لانه طبعا يعني دلف للحجره في البدايه، وهي بقى لما جهزت نفسها وبتاع دس السكين تحت المرتبه، وبعد ما خلص العلاقه بتاعته بدا ان هو يطالبها بفلوس، بدات انها تقول له روح اشتكيني اعمل اللي انت عاوزه، فهنا استل السكين وبدا ان هو يسدد لها طعنات. فالضحيه كانت قويه البنيان، يعني كانت ست قويه، قدرت انها تخطف منه السكين وبدات انها تطعنه ببعض الطعنات في ايده اليمين وفي ايده الشمال، فهنا طبعا وبدات انها تصرخ تستغيث بالجيران، فهنا طبعا هو مره ثانيه سرق اخذ منها السكين وبدا ان هو يسدد لها طعنات نافذه حتى صمتت للابد، وبيقول ان انا كنت خايف من الفضيحه وخايف من الجيران. ما قدرش ان هو يتمكن من لبس الملابس بتاعته بالكامل، طلع جاري بالملابس الداخليه وساب حذائه والملابس العاديه، وطبعا يعني ساب كل حاجه وترك باب الشقه مفتوح وطلع جاري. هنا طبعا اضاف بعد كده فور هروبه بالظبط من موقع الجريمه، اتوجه لمحل لبيع الشباشب بالمنطقه علشان يشتري شبشب، وهنا طبعا يعني كان بيشتري شبشب يعني من اللي هو العاده، فلقى الراجل بيقول له لا ده انا عايز 50 جنيه وهو ما كانش معاه غير 20 جنيه. طبعا ساله عن سبب النزيف اللي في ايديه، قال له ان في لصوص هاجموني وسرقوني، وهنا الراجل اول ما قلت له كده قام طردني من المحل ففي الوقت ده خلاص انا مش عارف راح فين وجاي منين، فوقف تاكسي واخد تليفون سواق التاكسي عشان يتصل باحد الاصدقاء بتاعه علشان يحاسبه على حساب التاكسي، وهنا بالفعل الصديق انتظره، وبعد ما حاسب له على السائق التاكسي يعني او الاجره صديقه اخده وطلعوا على مستشفى الاميري، وهنا طبعا يعني عمل عمليتين جراحيتين بدراعاته، وطبعا حرر محضر بنقطه الشرطه علشان يثبت انه تعرض لاعتداء من اللصوص اثناء تواجده في حديقه اسمها الشلالات، سرقوني وطلعوا عليا وطعنوني، وانا نسيت ان هو نسى يعني هو نسى انه ترك السكين الملوث بدم الجثه ودمه، واختتم المتهم قال انا ضيعت مستقبلي بسبب 2000 جنيه بعد ما اعتقدت ان المبلغ ده ممكن يسدد ديوني. طبعا تم التحفظ على المتهم واجرى يمكن درجات تقاضي متعدده في محكمه الجنايات اللي استدلت بالستار باعدام المتهم. شفتوا يا جماعه الجريمة عمرها ما بتفيد، شفتوا يا جماعة اتباع خطوات الشيطان بيوصلنا لحد فين؟ يعني يمكن هو في لحظة ظن ان هو
ال 2000 جنيه دول ممكن يغيروا حاله. طيب يا عم انت، ما بدايه الغلط بينتهي بغلط، وبعدين دي ست مسجله اداب، وست انت اقرضتها فلوس، خلاص ابعد عنها. انت لو ذكي حبتين كنت قضيت كام يوم وخلاص بال 2000 جنيه كانك يعني جايب فتاه ليل والموضوع منتهي. لكن انت انهيت حياه ست مالكش الحق ان انت تنهيها باي وجه حق، بغض النظر عن معيتها او وظيفتها او شغلتها انها يعني فتاه ليل او صاحبه شقه او حاجه. لكن الحق حق ان يحق، يعني دي روح ولا حق في المجتمع المصري. علشان كده اصدر اصدار باعدام المتهم، ضيع نفسه وضيع شبابه وضيع مستقبله علشان مشى ورا الرذيله وما توفقش في ليبيا. رجع كنت المفروض ان انت اعتمدت على نفسك مره تانية واستعوضت ال 2000 جنيه. او يعني احنا مش بنبرر الجريمه ولا بنشجع الناس على يعني ارتكاب البغاء والحاجات دي كلها، لكن يعني كان استعوضهم وخلاص، وان لله وانا اليه راجعون. يعني احنا بناكد لحضراتكم ان الجريمه عمرها ما بتفيد. لو وصلت معانا لنهايه الفيديو فاحنا ممنونين لكل الحبايب الاخوه والاخوات، ويا ريت ما تنسوناش في تشجيعنا على القناه. خلاص ما عادش عدد بسيط جدا جدا من الاخوه والاخوات علشان يتم حفله ال 100,000 اخ واخت. نورتونا بجد وشرفتونا. كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.